يبقى حلو، والطاقه السلبيه نطردها بطاقه ايجابيه. تكلفه معرفش، عمليه صعبه ما اعتقدش، بس يعني اتاخر اللقاء لكن كويس انه حصل. مشرفاني النهارده دكتوره حنان زينال خبيره الطاقه، اهلا بيكي معانا. حبيبتي اهلا بيكي. اتاخر اللقاء قوي يا حنان. اه معلش الظروف كانت تقيله قوي عليا. بس برضو حبيبتي معلش جه في وقته. الحمد لله. جه في وقته. إيه في حاجه اسمها العلاج بالطاقه؟ اه طبعا. طبعا. علاج لايه؟ لكل حاجه. لكل حاجه. لكل حاجه. اديني وصف. يعني انا اولا دخلت المجال ده اصلا انا اتعالجت بالطاقه. من ايه؟ مش مهم، ما بحبش اقول، لان انا ما ذكرتوش اصلا لابويا وامي الله يرحمه. يعني فاهمه؟ وتعالجت في حاجات كتيره. من غير علاج؟ من غير علاج. وخفيت؟ خفيت بالطاقه. من غير لا ولا اي حاجه، ولا حبايه. القولون اتظبط من غير اي حاجه. الانيميا اتظبطت من غير اي حاجه. ضوافري اللي كانت بتتكسر اتظبطت. شعري اللي بيقع من اي حاجه. فاهمه ازاي؟ اي حد هيسمعني دلوقتي يقول لي هو انت ازاي تفوتي حاجه زي كده؟ والضغط اللي كان عندي بيعلى ل 190 على 150 ولا حاجه، بقى ما بقاش موجود من دلوقتي. من غير علاج؟ من غير علاج. طبعا كان عندي انسير. طبعا الدكاتره لما بتسمع الكلام طبعا. انا جالي دكاتره كتير. لا انا جالي دكاتره. لا بيهاجموكي. لا جالي دكاتره كتير اتعالجوا عندي، وجالوا دكاتره كتير خدوا كورسات عندي وبقوا يشتغلوا بيه. طب قولي لنا حنان الحاجات دي قبل ما نكمل بقى في الاسئله. ده ما كانش في بالي. لا الموضوع بصي، الموضوع كله في العلاج في الطاقه. انا ما بعملش حاجه، انت ربنا خلقك ما اصلا ما بتعيش. خلاص جسمك بيعالج نفسه يوميا كل يوم وانت نايمه. تمام. بما ان انا بقيت في ظروف غير صحيه من كتر الكهرباء ومن كتر الذبذبات الكهرومغناطيسيه، من كتر المباني العاليه، مفيش خضره، مفيش صحراء حوالينا، مفيش فراغ. وبالتالي انا جسمي ما بيتجددش بشكل سليم. ليه؟ لان انا حواليا مجالات كهرباء انا نايمه فيها. صحيح. مظبوط. احنا ساعات لما بنلمس بعض بنتكهرب. خلاص. فبالتالي انا ما بديش فرصه لجسمي اصلا يجدد نفسه بنفسه. لان الهرمون، وبننام بقى التلفزيون شغال والموبايل في ايدي. فانا عملت ايه في جسمي؟ شحنته كهرباء اكتر. فهرمون الميلاتونين اللي بيعيد بناء جسمك تاني ما بيطلعش، لان انا بنام والاضاءه حواليا. المفروض يبقى كحل خالص نايمه. طب انا بخاف من الضلمه، هحط لمبه سهري لونها ازرق زهري. ازرق زهري. اولا اي يبقى عشان انام كويس، وفي نفس الوقت يدي ايحاء للجسم انه ليل، ويدي اي وجع في العظم يبتدي يخف. من اللمبه السهري. من اللمبه الزرقاء السهاري. يبقى أوكي. ننام كويس ازاي بالظبط؟ فاحنا عندنا كهرباء. طب انا الكهرباء مش هقدر اعيش من غيرها. اوكي.